أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم صيام يوم المولد بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: ذاك يوم ولدت فيه؟ ما يصام يوم المولد، لا يصام ولا يحتفل فيه، وإنما يصومه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تعرض فيه الأعمال، ويحب أن يعرض عمله على الله وهو صائم، هذا الذي جاء في الحديث. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما صامه لأنه ولد فيه فقط، بل صامه لأنه تعرض فيه الأعمال. نعم.